طبعا في البداية طمنا بقى على الأجازة، يمكن نص الأجازة راح مع معسكر منتخبنا الوطني، لكن أكيد فرصة إن أنت تستجم بقى بعد موسم قوي في الدوري السعودي، واحد من أقوى الدوريات في الوطن العربي في الفترة الأخيرة. يمكن زي ما قلت في نص الاجازه طار مننا ساعه التوقف الدوري اللي فات، بس طبعا ده شغلك وانت مجبر يعني على كده، انت بتمثل منتخب بلدك، فالحمد لله يعني الواحد برضو اللي عنده شويه اجازه حلوه يقدر ان شاء الله اللي هو يستعد للموسم الجديد باذن الله. ان شاء الله الموسم هيبدأ امتى في السعودية ان شاء الله، وهتبدأوا امتى فترة الاعداد ومعسكر فين، وخاصة مع رحيل المدرب البرتغالي اللي كان معاكم، في مدرب جديد جاي ففي تغييرات شوية في النادي. يمكن احنا هنبدأ في النص الاولاني من 7، لسه بالظبط الميعاد ما استقرناش عليه. اكيد طبعا هنعمل فترة عدد زي ما انت ما قلت، انت عارف الدنيا دلوقتي في الخليج بتبقى الجو حر جدا، فدايما فترات عدد بتبقى بره في اوروبا وكده. اعتقد الدوري هيبدأ في نص اغسطس ان شاء الله. ان شاء الله رحيل بقى المدرب البرتغالي هيفرق مع محمد شريف، وخاصة اكيد كان عارف امكانياتك وبدأت تتأقلم عليه، تتأقلم مع الفرقة، التغيير ده شايفه ازاي؟ خالص، يمكن الراجل ده من احسن المدربين اللي انا اتمرنت معاه بصراحه، لان الراجل ده هو اللي اختارني، هو اللي كان عايزني، هو اللي كان مصمم يجيبني. فبتمنى له طبعا التوفيق في فريقه الجديد، ما اعرفش لسه بصراحه رايح فين، بس بتمنى له التوفيق يعني، من الناس اللي انا مبسوط ان انا اشتغلت معاه يعني. تجربة الخليج بقى أول موسم، وهل كان عندك بقى طموحات إن أنت كنت تأدي موسم أفضل، ولا شايف إن كان بداية وإن الموسم الجاي هيكون مختلف مع محمد شريف إن شاء الله؟ يمكن اول مره احترف في الموضوع بيبقى طبعا في الاول بيبقى صعب شويه، يمكن ما اتاقلمتش شويه في الاول، بس يمكن الحمد لله الواحد الدور التاني كان شكله افضل من اول لما راح. يمكن انا كمان انا حاسس ان انا اتظلمت في موضوع ان مش النادي طبعا، اتظلمت ان انا رحت كان الدوري بدا ما عملتش فتره عادات، كنت جاي من اجازه، فدي برضو اخرتني شويه، كنت راجع من اجازه، فالدور التاني الواحد كان شكله احسن يعني. ان شاء الله الموسم الجاي باذن الله الواحد يعمل اداء احسن يعني ان شاء الله. التجربة بقى في خلال موسم واستقبال اللعيبة وتأقلمك على الأوضاع هناك شايفه ازاي، وشايف التجربة بصفة عامة ازاي يا محمد، ومعدلات تهديفك في أول موسم شايفها ازاي؟ يمكن الدوري هناك صعب جدا، مش سهل. يمكن قبل كده كان ماشي، كنت ممكن اقول لك ان الدوري مش قوي، او مش زي دلوقتي طبعا، ازاي ما فيش دلوقتي؟ مقارنه. دلوقتي الدوري بقى قوي جدا، كل فرقه عندها 8 لعيبه محترفين، والثمانيه لعيبه كويسه بيجيبوا احسن لعيبه في اوروبا وفي في الوطن العربي. فلا انا بالنسبه لي انا شايف ان انا استفدت جدا السنه الاولانيه، احتكاك قوي ففرق معايا يعني.